مرحبا، أنا اسمي سليم أحمد من سوريا، أخونا المريض أحمد، أخي يعاني من مرض تليف رئوي جي من تقريبا من سنتين. تدي للهند أعاني من التليف، أجريت العملية والآن أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد جدا. قالوا لنا الدكاترة إنه ممكن ننطر 6 شهور 9 شهور سنة، بس الحمد لله إنه ما اضطرنا غير 1.5 شهر وصاروا العملية وخي هلا أموره تمام والحمد لله. اليوم بدنا نطلع من المشفى على البيت، والآن أنا بصحة جيدة وأشكر الأطباء والممرضين. كنت هنا سعيد جدا، الكل لطيف معي، الكل سعداء، إني أشعر بالسعادة جدا. أتمنى من الله أن تتم العملية بنجاح أكثر. أشكر الأطباء والممرضين وزوجتي وأخي. يعني من المرض وجينا من سوريا على الهند لنعمل عملية استبدال رئة، والحمد لله تمت العملية والمشفى كويس والدكاترة معاملتهم كويسة. شكرا لجميع الدكاترة وشكرا لمشفى مارينج سيمس، ونحن مبسوطين الحمد لله كثير. كمان أشكر الدكتور كومون والدكتور كابل والدكتور خرشيد والدكتور إيميد والدكتور تيمير شاه ودافيل. Thank you very much.